السلام عليكم، الصلاة والسلام على الرسول الكريم. حلقتنا اليوم لو تكون موجهة للناس اللي تعاني من ارتفاع في ضغط الدم، طبعا بحيث انهم لو يكونوا اخذين الاذن من عند الطبيب المعالج وضغطهم مملي يتميز بانه مستقر، ما من عينة الضغط اللي تكون تعاني احيانا من انخفاض لادنى المستويات او ارتفاع لاقصى المستويات، يكون ضغط معتدل. في هذه الحالة المريض بامكانه يصوم شهر رمضان، لكن له يقبل من عند الطبيب التوصيات، بحيث انه بدل من انه كان يتناول ادويته في النهار لا يصبح يتناولها في الليل. من ضمن الأغذية اللي ننصح بها مريض ارتفاع ضغط الدم هي الخضروات. لنركز في وجباتنا على الخضروات، لنحاول نتناولها بأشكال مختلفة، مثل أننا نتناولها طازجة، نتناولها بشكل مطبوخ أو مطبوخ على البخار، أو نتناولها بشكل شوربات أو سبكي بالمصطلح العام. الخضروات غنية جدا بالمعادن، وأهم معدن فيها البوتاسيوم اللي يعمل على تخفيف من نسبة ضغط الشرايين والأوردة وقت جريان الدم فيهم. هناك أيضا عنصر مهم لابد نركز عليه، الفواكه. يلا إنا على الأقل في الليل نتناولوا 6 وجبات من الفواكه. يمكن نقول لك وجبة، ما معنى هني اللي نطرحوا بلات وملانة من الفواكه، كوب من العصير يصنف وجبة، قطعة من التفاح تصنف وجبة، 15 حبة من العنب تعتبر وجبة. الحليب ومشتقاته مهم جدا للناس اللي تعاني من ارتفاع ضغط الدم، انها تركز انها تتناول في الليلة 3 حصص من الحليب، يكون حليب قليل الدسم او خالي الدسم. كذلك فيما يخص مشتقاته كيف تلياور والزبادي والالباندي، نحافظ انه دائما ننتقاو عينات منها تكون مخففة الدسم. عندنا الاجبان ومشتقاتها، ننتقاو عينات من الاجبان لكن بقدر الامكان انها تكون منخفضة الاملاح، لان هناك انواع من الاجبان تكون فيها نسبة عالية من الاملاح. دائما اول خطوة يتخذوها خبراء التغذية والاطباء اللي يعالجوا مرضى الضغط ومرضى القلب انهم يسحبوا من اغذيتهم الدهون واللحوم، يخلوهم دائما تركيزهم عليهم يتناولوا بروتينات وكربوهيدرات، واحيانا ايضا يرجعوا انهم يسحبوا حتى الكربوهيدرات ويخلوا تركيزهم عليهم يتناولوا البروتينات. من ضمن البروتينات اللي يركزوا عليها ويكون دائما هي الاساسيه في وجبه الناس اللي تعاني من مرض الضغط، البروتينات ذات المنشا النباتي، كفت البقوليات، ادلقان، العدس، الحبوب الكامله، كفت القمح والشعير. واحيانا الملي نستعانوا بالبيض، البيض يعتبر عنصر بروتيني غني بالبروتين واقل دسومه من العناصر الاخرى. فهم دائما يسحبوا اللحم ويخلوهم يركزوا عليهم يتناولوا الدواجن والاسماك. الدواجن او اللحوم البيضاء بصفه عامه دائما ننصح ان الانسان المصاب بمرض ارتفاع ضغط الدم يتناولها 2 مرات في الاسبوع، بحيث انه تكون طريقه الطهي يا اما شيء يا اما طبخ، وابتعاد بقدر الامكان عن طريقه الغلي في الزيت، لانك باش قليتها بالزيت باش تشبعت اكثر وصارت مضره للضغط. الاسماك غنيه بالمعادن وبالاوميجا 3 اللي مهمتها دائما انها تخلي الجسم يحافظ على مستوى معين من الضغط. مهم جدا أن نركز عليها ونحاول دائما في طريقة الطهي أنها تكون طريقة طهي صحية، وفي نفس الوقت أن بقدر الإمكان نخلصوها من الجلد، لأن الجلد الخارجي دائما يكون مشبع وغني بالدهون. نقطة أخرى مهمة هي أن دائما نضيف عصير الليمون، سواء كان بعصر الليمون أو أن نتناوله كشراب، مهم جدا لأنه يخفف من نسبة الصوديوم في الدم. نقطة أخرى يلا نركز عليها الكربوهيدرات، جميل فينا جدا أن نحاول بقدر الإمكان نتناول حبوب كاملة، قمح، الشعير، كوران، متوفرين هذا وموجودين. تم نتبادل بدل إنه دائما نظامنا المسائي إنه نتناوله مثلا أطاجين ومعمبورو والله مارو بشكل دائم والله كسكس بشكل دائم، نقدو مرة نستراح منهم ونتناولوا هذه الحبوب الكاملة. من المهم جدا إنه نركز على البقوليات كما أسلفنا. البقوليات هي شنو؟ هي القمح والشعير، العدس، أدلقان، بيتيبوا. هذه العناصر تحتوي على نسب عالية من المعادن، تحتوي أيضا على نسب من الألياف. المعادن مهمة في أنها تحافظ على مستوى معين من ضغط الدم، والألياف تحافظ على مرونة عمل الجهاز الهضمي، لأن دائما الإنسان اللي عنده ارتفاع ضغط الدم مهيئ لأنه بأبسط اضطراب معدي يسبب له هو ارتفاع في الضغط. ننصح بتناول الثوم لكن بشرط أنه يكون طيب ومطهي بشكل جيد. شن الناس تعرف أنه ثوم جيد لكن تقبل تتناوله حب تسرطه بدون تقطيع أو بدون شيء، هذا خطير جدا لأنه يعمل على ارتفاع نسبة الحموضة في المعدة وبالتالي يعمل على ارتفاع ضغط الدم. الزيتون من المحظورات للناس اللي تعاني من ارتفاع ضغط الدم، لأن طريقة تحضيره من عند الأساس ينقع أيام فبتط فيهم الملح، يعطي فيهم أحيانا أيام أحيانا أسابيع، عليه ننصح الناس اللي تعاني من ارتفاع ضغط الدم بتجنبه بشكل قاطع. هناك أصلا نقطة مهمة لابد من نركز عليها، الناس اللي تكون تعاني من ارتفاع ضغط الدم وتدخن في نفس الوقت، هذا خطير جدا لأن كل تدخين يرفع نسبة مستوى الضغط 20 ملي زئبق. وفي الختام على أمل أن نلتقي بكم على خير، صوما مقبولا.